صباح الخير عليكم البنات، كي صبحتوا نتمنى تكونوا على خير وبخير، وكي داز نهاركم الاول ديال الصيام نتمنى يكون داز مزيان. اليوم نهار الثاني وهذا الصباح غادي نشارك معكم الروتين ديالي عاود ديال النهار الثاني كيف غادي يدوز شهر رمضان الشهر الفضيل. الله ان شاء الله نصومه بالصحه وبالسلامه وبالرزق وبالتيسير، ونتمنى لي فيديو اللي تنحط لكم ينالوا الاعجاب ديالكم، وخليوا لي بزاف ديال اللايكات وبزاف ديال التعاليق زوينه، وشجعوني بلي لايك وبلي بارطاج، وان شاء الله الله يقدرني ربي ونحط لكم كل نهار فيديو وكل نهار وصفه جداد وشهيوات جداد اللي ناجحين وغينالوا الاعجاب ديالكم. اول حاجه قبل ما ندخل الكوزينه هي انني خصني نجمع الدار ونسيقها ونمسح الغبره وتكون الدار نقيه، فلهذا تندخلوا الكوزينه يلا تنتقدموا مع الشغل ديال الكوزينه والدار تكون مجموعه نقيه، فهذه اهم حاجه خصكم ديروها الخطوه الاولى تكون الدار نقيه مجموعه والكوزينة كذلك. تحاولوا انكم تصبح عندكم المواعن مغسولين منقية ما فيها حتى شي حاجة، هكا تسهل عليكم الشغل وما تضربوش تمارة اللي هي بزاف. المهم البنات كيف ما تشوفوا ساليت السياق ديالي، جمعت الكوزينة ما عنديش فيها شي حاجة، عندي غير المواعن اللي تنحط في الفطور هما اللي كاينين، غادي نمسحهم ونرجع كل حاجه بلاصتها اللي غنحطها في الطبله نحطها اللي غادي نرجعها بلاصتها نرجع بلاصتها. شنو غادي نوجد الفطور اليوم؟ غادي نشارك معكم بغري اللي هو ناجح وصادق 100% للمبتدئات، وشكرا للبنات اللي جربوا الوصفات ديالي وجربوا الحلة ديالي وعجباتهم وصدقات ليهم. هنايا درت البطاطا ديالي تتسلق، ها هي البطاطا ديالي تتسلق، غنديرهم سيغار معمرين بالبطاطا، وهذا لادان فيمي والفرماج، بغيتو تعمروهم بلاص لادان فيمي ديروا هذا الطون ديال الزيت، فتبقى الاختيار ديالكم. واحد تريبي عندي حمقاتني وصافي. دابا غادي نبدا نوجد الفطور ديالي، هانتوما معايا احسن سالي، وان شاء الله الشهيوات ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وغادي يعجبوكم، ورا ناجحين وساهلين وحتى المبتدئات ممكن انهم يديروهم. خليكم معايا حتى الاخير الفيديو طبعا. المهم البطاطا كيف ما شفتوا بعد ما سلقناها شحرت ديك البصيله البيضاء ضفتها هنايا، ها هي تبان لكم، هي هنا درت شويه المعدنوس وشويه الهريسه شويه الكورنيش وشويه الزيتون وفرماج حمر وموزاريلا غير اختياريه، وكورنيشو اختياري وزيتون اختياري. ممكن ديروا البطاطا المعدنوس البصله الطون شويه الفرماج الاحمر او مكعبات ديال الفرماج والهريسه، وتنخلطوا كل شيء وتنصاوبوا بهم سيجارات او بريواش وتنقليوهم. بغيتوا تحتفظوا بهم في الكونجيلاتور فصاوبوهم وديرهم في بلاطو يشدوا راسهم، ومن بعد عاد ديرهم في شي بواطه او في شي بلاستيكات. نخليو هذه على جنب. دابا ندوزو المقادير ديال البغرير. البغرير عندي هنا ثلاثه الكيسان ديال العنبه ديال السميده، كاس ديال الدقيق الفورس، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه ما يعادل 8 غرام، جوج خميرات حمرين، عندي معلقه صغيره ديال السكر سنيده والملح معلقه صغيره عتبقى على حسب الذوق، وعند صافي هادشي اللي كاين. السميده ثلاثه الكيسان، كاس ديال الدقيق ديال الفورس، معلقه ديال الخميره تقريبا 8 غرام، معلقه كبيره، جوج خميرات حمرين، شويه الملحه وشويه السكر سنيده، وغادي نخلطوا هادشي بالماء اللي هو دافي تقريبا تيهز لينا ما بين 4 حتى 5 ديال الكيسان ديال الماء. غنخلطوا الخليط ديالنا ونعاود نرجع لكم. وهاد البغرير راه ساهل بالنسبه حتى للمبتدئات، راه ينجح لكم 100%. ها هو هنايا البنات درت ثلاثة ديال الكيسان المدافي، غادي نخلطو بعدا بهاد الطراب يدوي حتى تجانسي العناصر، عاد غادي نديرو في المولينيك تطحن مزيان باش يتخلط ليا مزيان. هانتوما شتو كي تيجي. دابا راه نديرو في المولينيك نطحنو، راه مازال نزيدو الماء إلا بان ليا تقيل. هاهو البنات طحنتو دابا يا في بحال كهربائي حتى تطحن مزيان تتولي فيه هذيك الفقاعات هكا. دابا غادي نغطيه في الماني مونتيغ حتى يختمر دغيا تيخمر ونبدا نطيب فيه.
هذه الحشوه من بعد ما خلطتها تتعطي هذيك الهريسه، تعطي ديك اللوين زوين. وهنايا تنخلط شويه الطحين والماء وتنخلطو في بواطه، ملي تنسالي بيه تنسد البواطه ديالي وتديرها في الثلاجه، ما تنبقاش كل مره نخلط ملي نحتاج نسد لي سيجار ولا البريوات. وهذه هي الورقه ديالنا، دابا غادي نشكلوا لي سيجار ديالنا، واللي بغيتو سيجار ولا بريوات تبقى الاختيار ليكم، راجع لكم نتوما. الاهم ان الحشوه تصوبوها كما اما ديروا بطاطا ولا دانشيمي، ولا ديروا بطاطا والطون والبصله والزيتون والهريسه والمعدنوس، تجي يا سلام تشبعوش منها وتعجب الوليدات بزاف. هانا ساليت لي سيجار ديالي، تيجيو على تقريبا 4 بطاطا تتخرج لكم هاد الكميه هادي، تبارك الله راه تتخرج تتعطي بزاف. دابا غادي نخليهم يشدو راسهم شويه وغادي نقليهم، ما نقليش طبعا كلشي، غنقلي غير العيك فينو شي لاخر نديرو في الكونجيلاتور حتى نحتاجو. المهم البنات هادو هما لي سيجار ديالي، كيتيجيو محمرين حماتهم ومقرمشين، سمعوا التقرميشه. انا واخا تقول لي شويه وخرجت منهم من العماره ولا عندي ماشي مشكل. وهذا هو البغريج ديالي، كيتيجي خفيف هانتوما، دهنتو شويه الزيت البلديه وديجا ذوبت شويه العسل وشويه الزبده، اللي بغى يدير العسل والزبده يديرهم. المهم هذا هو البغرير ديالي اللي وجدت اليوم، وهادو هما السيجارات ديالي. بالصحه فطوركم ونتلاقاو مورا الفطور ان شاء الله. وهنايا البنات راني ساليت الفطور وما الطبله، والحمد لله داكشي جا زوين بنين، راه ممكن يبان لكم شي ممكن انا كيبان لكم غير يديا. صافي دابا غنغسل الماعن ونجمع الكوزينه ونمشي نصلي العشاء والتراويح ما يقبل. صافي هذا هو الروتين ديال هذا النهار، ما كاينش شي حاجه اللي سبيسيال. لا فيديو باش نقول لكم السلام عليكم، عشان تقولي ما اللي غادي هكا اكيد من بعد ما شفت الكوزينة وصلنا تعرف لا يتقفل لنا وديكم جميع المسلمين. ضروري الصلاة، ضروري الشغل ديال الدار، ولكن ما نساوش الرياضة، ما نساوش السبور لأنها مهمة للصحة ديالنا، وهي باش تنحيدو ستريس، هي باش تنحيدو الإرهاق، هي باش تنحيدو العيا، هي باش تنخليو راسنا ناشطين، راسنا زعما صحتنا اون فورم، وتنحافظو حتى على الجسم ديالنا في هاد رمضان. راكم عارفين مع الشهيوات مع الحلو مع المالح مع هادي، فضروري نحافظو على راسنا. ضروري أنني تندير تقريبا واحد 30 دقيقة حتى 40 دقيقة في اليوم. راكم عارفين من دابا الحكم انه مسدود الدنيا، ما كاين لا خروج لا حتى شي حاجه، ما كاين فين نمشيو، تنبقاو غير الدار والكلاس وتنساليو الشقه، تنبقاو جالسين. فعلاش لا نديرو واحد 30 دقيقه ولا 40 دقيقه ديال السبور دغيا، تنساليو وتتحسوا براسكم اون فور، تندخلوا ندوشوا وتكملوا اللي تنقرا القران او تنصليو شي ركعات قبل الفجر ولا هذا، تتحسي براسك راكي فواحد الراحه زعما هكا. مهم نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من لي لايك باش تزيدوا تشجعوني وبتزيدوا تخليوا لا فيديو يطلع للناس وحدين اخرين باش ينضموا للعائله ديالنا وتزيد تكبر. وتنتمنى تنتمنى تنتمنى تشجعوني بالمشاهده ديالكم باللايكات ديالكم وبالدعم ديالكم، ما تنساوش بارطاجيو، وكذلك ما تنساوش انكم تدخلوا عندي الانستغرام ديالي اللي هو اكرام وورد اوفيسيال، تنخلي لكم دائما صندوق الوصف. نمشي دابا ندخل ندوش ونمشي نجلس شويه نرتاح شويه، ومن بعد نقرا القران ديالي. بوسة كبيرة لكم، تلاقوا فيديو جديد إن شاء الله، وليلة سعيدة، صحة عشاكم أو سحوركم، إلى اللقاء فيديو جديد.